جائزة نوبل هي أكتر جائزة دموية في التاريخ، عكس الاعتقاد الشائع أن ألفريد نوبل مخترع الديناميت كان يعني مخترع الأغراض سلمية خالص والبشر هم اللي أساءوا استغلال الاختراع بتاعه واستخدموه في الحروب. القصة دي في الكنافة يا باشا، ألفريد نوبل وعيلته كلها كانوا تجار حروب من الدرجة الأولى. خد عندك أبوه مثلا، عمك إيمانويل نوبل، بعد ما هاجر من السويد لروسيا فتح مصنع أسلحة هناك، وكان مصنعه من أكبر ممدي روسيا بالأسلحة في حرب القرم سنة 1853، واللي راح ضحيتها 500,000 بني آدم، وعمل هو ثروة فاحشة من ورا الموضوع. ألفريد نوبل نفسه قبل ما يموت كان تحته 90 مصنع أسلحة شغالين، وكان واحدة من أشهر مقولاته My dynamite will spread peace more than 1,000 worlds. ديناميتي سينشر السلام أكثر من 1,000 المعاهدات الدولية، فبمجرد أن يرى البشر مدى فتكه سوف يؤثرون السلام حتما. وطبعا مش محتاج أقول لكم أن اختراع دوت العمل لا سلام ولا مرج، بالعكس كمان البشر بقوا متعطشين للدماء أكتر. السؤال هنا بقى، ايه النقطة اللي عندها ألفريد نوبل أم قال لأ ده مش اللي أنا عايز أسيبه للبشر بعدي، وقرر أنه هو يتنازل عن ثروته عشان يعمل جائزة نوبل؟ ده اللي هنعرفه الفيديو الجاي.